ما هذا الكرم يا جيخاتو؟ لم تكسر بخاطري وجهزت لي مكانا لأجلس فيه. سألت عن مكان للجلوس، قلت اذهب واجلس في كولوجا حصار. عثمان أخذ القلعة وأخرجك منها. الآن أنت بحاجة لمكان تجلس فيه، هيا اجلس. لكني أفضل أن لا أجلس. دعك من التذمر، اجلس. أخبرني. لقد دهس عثمان أمرك يا جيخاتو. بينما أنتظر القيام بالصلح في خيمة يولاك، ذهب عثمان وأخذ القلعة، القلعة التي أعطيتني إياها. يعني عثمان أخذ قلعتك يا جيخاتو. ألا يستطيع يولاك أرسلان ضبط عثمان؟ أنت الوحيد الذي يستطيع ضبط عثمان. لو قتلتكم جميعا، ولو ترك جميع السادة عثمان وجعلته سيد السادة عليكم، قل لي لما برأيك قد يكون هذا تصرفا خاطئا؟ تحدث، أريد معرفتك يا نيكولا. أتشرف بهذا. لقد جعلت يولاك أمير الولاية، لكن هدفه الأساسي هو تدميرك وتأسيس دولة كبيرة في الأناضول. لكن لا تخف، لا يمكنه فعل هذا. وإن كنت تسأل عن نيتي، فهي إخراج جميع الأتراك من الأناضول. بالطبع يمكن للمغول البقاء. لماذا؟ لأنك لست مسلما يا جيخاتو، أليس سببا كافيا؟ لا توجد مشكلة لدي أو لدى روما معك. وعثمان؟ إن قمت بجعل عثمان سيد السادة، وإن قام جميع الأتراك في الولاية بمبايعته، فحينها يا جيخاتو لن تبقى روما ولا المغول. عثمان أخافك يا نيكولا. ليقوم عثمان بإخافتك أيضا يا جيخاتو، ليقوم بإخافتك لكي تنجو من خوفك. أنا أنصحك لا أكثر. اربطوه حيث يجلس. ماذا تفعل؟ لما تفعل هذا؟ هل يعقل أن تتصرف معي هكذا؟ ها؟ هل هذه سياستك؟ خذوه بربري. ليجلس هكذا في إنغول كي لا يسحبها عثمان منه. ذهب الحاكم، ماذا نفعل بعثمان؟ مونكا مونكا، هل نقطع رأس عثمان أم نضعه مع إخوته في نفس الموقد ونطهوهم؟ مونكا مونكا. مات مونكا، مونكا غير موجود، مونكا مات.